اسمها Uniform Acceleration. Uniform Acceleration اللي هي العجلة المنتظمة. العجلة المنتظمة دي عبارة عن Acceleration by which an object moves in a straight line when its speed change by equal value through equal periods of time. يبقى هي لما يحصل change في السبيد عشان نقدر نقول اللي هي acceleration, بس اهم حاجة ان هو يبقى equal values through equal periods of time, يعني بيتغير بارقام ثابتة خلال فترات ثابتة من الوقت. عندنا what's meant by ببدأ اقول this means that, يعني ده معناه ان. قلنا what's meant by ليها two ways, ليها طريقتين اجاوب بيهم. خلي بالك اول طريقة لو هو كان مديني value واحدة, يعني قيمة واحدة في ال question اللي عندي السؤال, يبقى انا في الحالة دي هكتب ال definition بتاع الحاجة اللي كتبها لي اللي هي ال uniform acceleration. كل اللي انا هعمله هكتب ال definition. خلي بالك لو مديني بقى two values, يعني مثلا مديني ال change in speed ومديني كمان معاه التايم, يبقى في الحالة دي هستخدمهم عشان احسب الاكسلريشن وكأنها بروبلم عادية هستخدم فيها الريليشن اللي عندي. يبقى ده لو مديني two values, انما هنا value واحدة, يبقى هكتب الديفينيشن بتاعت مين, بتاعت اليونيفورم اكسلريشن. اقول له this means that the car moves in a straight line and its speed change with 5 seconds each 1 second. يعني كل 1 second هي بتزيد 5 seconds. اللي عايز يقول الديفينيشن عادي ويقول في الاخر ان هي equal 5, مفيش مشكلة متر بالسكند. بعد كده شباب هنتكلم على types of acceleration. عندنا في الحقيقة 3 types of acceleration. انا هقول لك منهم دلوقتي 2 types و number 3 هقولها لك قدام شوية. عندنا two types of acceleration. اول حاجة positive acceleration and negative acceleration. ال positive acceleration معناها ان ال speed بيحصل لها increase, ال speed بتزيد. اما ال negative acceleration معناها ان ال speed بتاعتي بيحصل لها decrease. يعني لو قلت الواحد استعجل, زود السبيد بتاعتك, سرع وبدا يسرع فعلا ويزود السبيد بتاعته, يبقى في الحاله ديت هقول له انت ماشي ببوزيتيف اكسلريشن, عجله موجبه ان هي بتزيد. انما لو واحد ماشي بنيجاتيف اكسلريشن, يعني الاكسلريشن بتاعته عماله تقل, بدل ما اقول له بقول له سرع وهو بالعكس ده بيبطئ, بدل ما كان ماشي ب 5 بعد كده بقى ماشي ب 4 متر بالسكند, بعد كده 3 لحد ما وصل للزيرو وقف خالص, يبقى ده نيجاتيف اكسلريشن. تعالى كده نشوف الفرق بينهم. لو قلت لك عندي هنا, لو جيت الاحظ التايم اهو بيحصل له انكريزنج, بس الاكسلريشن كانت 0 بقت 10 20 30 وهكذا عماله تزيد, يبقى الاكسلريشن بيحصل لها انكريز, يبقى ده بوزيتيف اكسلريشن. هلاقي ان في 2 دايما اكبر من في 1, طالما جريتر ذان في 1 يبقى دوت ماشي ببوزيتيف اكسلريشن. هاجي هنا هلاقي السبيد بيحصل لها ديكريز, ازاي؟ ان التايم اهو بيحصل له انكريزنج عادي خالص, اما الاكسلريشن او السبيد عندي بيحصل لها بتقل, عماله كان بادئ ب 50 وصل لحد 0 زي ما قلنا. يبقى ال V1 هي الأكبر من ال V2, طالما V1 greater than V2 معناها إن هو ال acceleration بتاعته بتقل, يبقى هي negative acceleration, ال speed بتقل وهنا ال speed بتزيد. عايز أعمل representation ليهم. لو أنا قلت لك بقى relation هنا هستخدم معاها ال V ال speed وهنا هستخدم ال time, هلاحظ ايه؟ ان انا عندي السبيد عمالة increasing by time, السبيد بتزيد increasing by time, يبقى اقول ده بيعبر عن positive acceleration. طب هنا
لو جيت لاحظت كان بدأ في 50 لحد ما توصل لزيرو، معنى كده ان السبيد بيحصل لها ايه؟ ديكريز، بتقل. على التايم برضو عمال يزيد وهي السبيد ديكريز، يبقى دي نيجاتيف اكسلريشن. عشان لو جاب لي الرسمه دي او دي اقول له دي بوزيتيف اكسلريشن ودي نيجاتيف اكسلريشن، ولازم اخد بالي من التو اكسس اللي عندي، لازم ده يبقى في ولازم ده يبقى تي، عشان ما تتلخبطش. للعلم ان انا لو كنت مديلك الواي اكسس دي والاكس تي، يبقى في الحاله دي وعامل لك كده، في الحاله ديت دي مش بوزيتيف اكسلريشن ولا حاجه، ده انا حاطط لك هنا ديستانس، يبقى في الحاله ديت دي بتعبر عن يونيفورم سبيد، اما دي هي اللي بتعبر عن الاكسلريشن. الفرق بينهم ايه؟ اللي هو الواي اكسس هنا في، انما هنا دي. لما يكون دي تقول لي دوت يونيفورم اكسلريشن او يونيفورم سبيد، لما يكون في تقول لي يونيفورم اكسلريشن، وطبعا هي بوزيتيف اكسلريشن، اما دي نيجاتيف اكسلريشن، عشان بيحصل لها السبيد فيها بتحصل لها ايه؟ ديكريز، بتقل. هنقول اهو البوزيتيف اكسلريشن it is acceleration by which the object moves in a straight line when its speed increases by equal value through equal periods of time. ان هي بيحصل لها increase، بتزيد، by equal value through equal periods of time. اما هنا النيجاتيف acceleration معناها ايه؟ ان الاكسلريشن دي by which the object moves in a straight line when the speed decreases. الفرق هنا ان the speed increase زي ما قلنا بتزيد، اما هنا the speed decrease بتقل. By equal value through equal periods of time، في خلال فترات زمنية ثابتة بتقل، اما هنا بتزيد. فعشان كده دي حتى هتبقى بالبوزيتيف، يعني اقول بوزيتيف 2 متر بير سكند، اما دي هعبر عنها بالنيجاتيف. For example اقول نيجاتيف 2 متر بير سكند، عشان دي نيجاتيف اكسلريشن، اما دي بوزيتيف اكسلريشن. وطبعا هنا واتس مينت باي، بكتب له الديفينيشن، هقول هنا ان السبيد انكريز، اما هنا السبيد بتاعتي ديكريز. ودلوقتي جه يا شباب ان احنا نتعرف على الثيرد تايب اوف اكسلريشن، النوع الثالث من الاكسلريشن اللي هي بنسميها زيرو اكسلريشن. الزيرو اكسلريشن معناها ان في 1 هنا لو هي ايكوال 50 متر بير سكند، هي برضو ايكوال الفي اي 2، يبقى في 1 لما تكون ايكوال في 2 معناها there is no change in speed، مفيش اي تغير في السبيد، يبقى معنى كده ان ال V1 equal V2 والاكسلريشن هنا equal 0. عندنا هنا البوزيتيف اكسلريشن معناها ان انا لو كنت بادئ ب V1 equal 0 وصلت لحد V2 ولتكن equal 50، يبقى معنى كده ان ال V1 هتكون less than ال V2. ال V2 هي الكبيرة، عشان كده حصل increasing in speed، بمعنى ان هي positive acceleration. اما هنا لو جينا negative acceleration معناها ان انا كنت بادئ من عند ال 50، يبقى دي بالنسبة لي V1، وصلت لحد ال 0 يبقى بالنسبة لي دي V2 equal 0، معنى كده ان ال V2 هتبقى less than ال V1. ال V2 هي القليلة، فبالتالي حصل decreasing in speed، معناها ان هي بقت negative acceleration. ودلوقتي معانا example لل positive acceleration وال negative ازاي بتيجي في ال problems. بيقول لي an object moves from rest، يعني معنى كده ان ال V1 equal 0 and its speed reaches 20 meter per second، يبقى دي V2 in 5 seconds، يبقى دوت delta T. اقدر احسب الاكسلريشن، اقول في 2 ماينس الفي 1 اوفر دلتا تي. الفي 2 اللي هي 20 ماينس 0 اوفر 5 ايكوال 4 متر بير سكند، وطلعت بالبوزيتيف. طالما طلعت بالبوزيتيف اقول له النوع بتاعها ايه؟ بوزيتيف اكسلريشن، بوزيتيف اكسلريشن، لان هو عايز اتس تايب. نمبر 2 بيقول لي ترين موفز ا يونيفورم سبيد 20 متر بير سكند،
when the driver use brakes the train stops after 4 seconds. يبقى ديت بالنسبة لنا دلتا تي وديت ال V1. بيقول لي stop after 4 seconds. stop معناها ان ال V2 equal ايه؟ equal 0. برافو. طالما ال V2 equal 0 يبقى انا هكتب الريليشن اللي عندي. هو عايز برضو يعرف ال type of acceleration. تعالى نجيب الاول الاكسلريشن. الاكسلريشن ايكوال في2 ماينس الفي1 اوفر دلتا تي. الفي2 اللي انا قلت لك عليها 0 عشان هو قال ستوب، والفي1 ايكوال 20 يبقى 0 ماينس 20 اوفر 4 تطلع نيجاتيف 5 متر بير سكند. نيجاتيف 5 متر بير سكند معناها ان هي ديت ديكلريشن يعني او ديكلريتنج موشن، معناها ان عجله بالنيجاتيف سالبه. يبقى دي معناها نيجاتيف اكسلريشن او ديكلريتنج ايه موشن، يعني حركه تباطؤيه. انت تقول له زود تلاقيه بطئ سرعته، يبقى دي في الحاله دي هنسميها حركه تباطؤيه. هو بيبطئ ايه سرعته، معناها ان الاكسلريشن اللي هو ماشي بيها دي نيجاتيف. عندنا بعد كده فكره تانية يا شباب ومهمه جدا جدا معانا. بيقول لي a car driver moves a speed equal 80 meter per second. ديت السبيد اللي هو ماشي بيها. use the brakes to make the car moves at uniform decelerating acceleration. ان هي تتحرك، طالما قال لي decreasing acceleration معناها ان هو هيتحرك negative acceleration. find the car speed after 2 seconds. يعني عندي time equal دلتا تي equal 12 second. التايم عندي 12 seconds. عندي ال V1 equal 80 meter per second. وعندي ال acceleration هتبقى هنقوله بقى ان ال A equal negative 2 meter per second square. ودي بالمتر بير سكند. ليه يا مستر قلت نيجاتيف 2 متر بير سكند سكوير من الكلمه دي؟ ان هو قال لي ديكريزنج، يعني انا لو شفت ديكريزنج احط الاكسلريشن بالنيجاتيف، خليتها نيجاتيف 2 عشان كلمه ديكريزنج ان السبيد بيحصل لها ديكريزنج. في الحاله دي هبدا استخدم الترينجل بتاعنا. ركز معايا، ترينجل اهو. احنا عندنا الاكسلريشن وهنا ال V2 minus V1 وهنا دلتا T. انا في الحالة دي عايز السبيد، بيقول لي find the speed اللي هي ال V2 المطلوبة، هي V2 مش عارفينها. في الحالة دي عايز السبيد، يبقى اخبي السبيد اللي فوق equal A times A دلتا T. ركز معايا عشان احلها لك بطريقة سهلة. يبقى هقول له السبيد اللي هي v2 minus v1 equal acceleration times time a times delta t. بعد كده ال v2 انا مش عارف الفاليو بتاعتها، هكتبها زي ما هي، هعمل substitution لكل حاجة موجودة عندي. ال V1 عارفها 80، يبقى احط مكان ال V1 80 equal ال acceleration انا عارفها negative 2 times ال delta T عندي يا شباب equal 12، يبقى هكتب delta T 12. هكمل، يبقى عندي negative 2 times 12 دي equal، هكمل هنا هتبقى ال V2 زي ما هي negative 80 equal negative 2 times 12 هتبقى negative 24. كل اللي انا هعمله شباب، انا عندي هنا زي ما بنعمل في الماس negative 80 هتروح هنا بالبوزيتيف، يبقى ال V2 زي ما هي ما جيتش ناحيتها، هتبقى عندي نيجاتيف 24 ويجي لها بالبوزيتيف ال 80 عشان انا خيرت التشارج بتاعتها.
هكتبها بالكالكوليتر دي هتطلع لي equal 56 متر بير سكند، وهي ديت ال V2 اللي هو طالبها، هتطلع equal 56 متر بير سكند. ودوت كده طريقة الحل دي ثابتة، لو هو كان عايز V2 أو V1 ومديني الأكسلريشن ومديني التايم. عندنا هنا اكزامبل تاني يا شباب، بيقول لي if a car starts to move from rest and after 2 seconds its speed becomes 4 and its kept moving at the same speed for another 2 seconds. يعني هي لمدة 2 seconds كانت ماشية بنفس السبيد بتاعتها اللي هي ايكوال 4، السبيد اللي ايكوال 4 فضلت ماشية بيها لحد ما التايم كان ايكوال 2 هنا. بعد كده then the motorist had to use the brakes، ان الراجل السواق اضطر ان هو يستخدم البريكس الفرامل to slow down the car speed to 2 متر بير سكند. بعد ما كان ماشي بفور قلل السبيد بتاعته تمام بعد 2 سكند عشان يمشي with 2 متر بير سكند and it stops completely after another 2 متر بير ايه بير سكند. يعني بعد كده اضطر ان هو يقف بشكل تام. اول حاجة في البريود الاولانية دي يا شباب the car starts to move from rest، يعني ال V كانت equal 0، هتزود ال speed بتاعتها لحد ما تبقى equal ايه 4، ووصلت ل 4 متر بير سكند. بعد كده بعد 2 seconds قال لي ان the brakes kept moving at the same speed، خلاها تمشي بنفس ال same speed to another 2 seconds، يعني من 2 من second number 2 للسكند نمبر 4 عشان يبقى ماشى اهو في ال 2 second التانيين ماشى ب constant speed، يعني ال speed بتاعته كانت constant. معنى كده ان هنا ال acceleration ايوه برافو equal 0 عشان ال speed ما حصلهاش change، اما هنا ال acceleration ليها value وهي positive تمام. الجزء ده بقى had to use brakes to decrease its speed، بدأ يقلل السبيد بتاعته بالشكل ده، يبقى ديت الاكسلريشن هنا تبقى ايه نيجاتيف اكسلريشن. بعد كده بدأ يقلل سرعته بشكل اكبر لحد ما بقى ايكوال ايه زيرو، وحصل له ستوبنج عند البوينت دي. الفيفث سكند اللي هي الثانية الخامسة من 4 ل 5 يعني هي اللي كان بيعمل فيها ايه سلو داون، بيبطئ سرعته. وبعد كده قدر يوصل يبقى at least، يبقى جسم ساكن عند ال 7th ايه سكند، لان هو قال لي after 2 seconds، فعشان امشي من ال 5 لل 7 يبقى انا كده مشيت برضه 2 seconds لحد ما يحصل له stopping ان هو يقف. وبكده يا شباب نكون خلصنا الليسون بتاعنا طلاب ميدل 3، ومع إلى لقاء تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.